السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في السعودية. نهار اليوم تسود أجواء باردة في المنطقة الشمالية نتيجة لتأثر شمال المملكة بكتلة هوائية باردة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض لنهار اليوم تسود أجواء غائمة جزئيا، 25 درجة مئوية للمساء، 24 رطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى نشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكا 15 إلى 4، نفس الحرارة في عرعر. تبوك 16 إلى 5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 22 إلى 12، جدة 26 إلى 20، مكة المكرمة 30 إلى 16، والطائف 24 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار في جازان 29 إلى 23، أبها 22 إلى 9، والباحة 18 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام رياح نشطة 25 إلى 11، حفر الباطن 18 إلى 6، الإحساء 26 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، الرياض 25 إلى 10، بريدة 19 إلى 6، وحائل 14 إلى 3 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.